إسرائيلية جديدة ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق عائلة نازحة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. أقف الآن على ركام أحد البراكسات التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم بحق عائلة نازحة كانت تقطن بداخله، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 25 فلسطينياً. تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال 18 شخصا بينهم نساء وأطفال، ويحاول الناس الآن انتشال باقي الجثمين. الساعة 1 في الليل ما شفنا إلا هو تقريبا على 1 إلا 10 أول صاروخ، والثاني بعد 4 دقائق الثالث. فهذه يعني المشهد أمامك أمام الكاميرا، هذا مشهد جريمة بحق المدنيين، حق المدنيين. يعني طبعا احنا ناس معروفين لا تابعين لكاني او لا تابعين لشيء تاني، احنا ناس يعني في شغلنا وعملنا. طبعا المكان رحمة الله عليه لابو جواد العجلة، طبعا احفاده حوالي 18، طبعا في عنده كمان نازحين من عائلة العرعير وكمان من عائلة حرارة. يعني احنا بنشتغل في المجمدات، فهو ما شاف إلا هاي الكاميرا أمامك والمشهد أمامك. هذه يعني جريمة، وبقدر أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. هذا المكان أيضا عبارة عن براكس تجاري اتخذته العائلة كمكان عمل لها ومأوى، أيضا تم تدميره بشكل كامل. يعني رب الأسرة تاجر بجيب البضاعة من جوا، ومعروف من هو، لا ده كل تجار قطاع غزة بجيب البضاعة من جوا وبساعد الناس. رجال طيب محترم ما شاف إلا الساعة 1 في الليل 3 صواريخ F-16، سوي حزام نار في المكان وكل العائلات راحت. طبعا لغاية الآن في مستشفى شيل الأقصى 16 شهيد وفي حوالي 3 أو 4 شهداء. لا مكان آمن، طبعا آمن غزة فيش فيها مكان آمن. وإذا أنتم بتصدقوا أعداء الله وأعداء الدين اللي بقول لك في مكان آمن، كل غزة اتدمرت من رفاح لعند بيت حنون، وحسبي الله ونعم الوكيل. كل الشهداء كلهم أطفال ونساء وشيوخ، كل نسوان، ما فيش حد زي أنتم شايفين. هاي أنا صوبت وكلت أنا قضية وانقطع عند الشيران والوريد، والحمد لله رب العالمين. هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ بدء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن إسرائيل ارتكبت أكثر من 3000 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20,000 فلسطينياً. من بلدة الزوايدة وسط القطاع، عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.